ليمون، ثوم مفروم، كمون، ملح، فلفل، سكر. اقلب كويس جدا. اول حاجه تنزل على التتبيله هي البصل، ولو قدرنا بقى بعد ما ننزل البصل نستنى شويه 10 دقائق ربع ساعه كده، البصل ياخد من التتبيله وينزل ميته جوه التتبيله يبقى كويس جدا. ما قدرناش خلاص مفيش مشكله. عامه السلطات اللي احنا عاملينها النهارده ميزتها ان احنا لو احنا مثلا عايزين نقدمها بكره اعملها من النهارده واكيسها كويس جدا واشيلها في الثلاجه واقدمها بكره، ما هياش سلطات بتدبل، فده لطيف جدا برضو. اعملها من دلوقتي للفطار وتدعوا لنا وقت الفطار، اوعوا تنسونا في الدعاء. نحط بقى هنا شويه البقدونس وننزل عليهم الفاصوليا ونراجع احنا عملنا ايه. احنا حطينا زيت الزيتون، حطينا عصير الليمون، ثوم مفروم، كمون، ملح وفلفل، صح، بصل، بقدونس، فاصوليا بيضه مسلوقه، وحطيت معلقتين من السكر. حصل انكرت انا، ما انكرتش. تمام.